مساء الصحة والجمال على أحلى مشاهدي برنامجنا هكذا مصر. أهلا بكم معانا النهاردة خبيرة التجميل والعناية بالبشرة الدكتورة أسمهان فكري، بنرحب بيكي. أهلا بيكي يا أمان، منوران. نورك حبيبتي. دكتورة أسمهان، عايزة أعرف بقى إيه اللي بيلخبط الهرمونات، وهل لخبطة الهرمونات دي بتأثر على بشرتي؟ بصي، الأول أولا يعني اسمحي لي بس أقول لك حاجة. يعني أنا حابة أشكر بابا جدا ان هو دعمني في حاجات كتيره جدا جدا. انا كنت قايله لك ان انا لازم اشكر بابا المهندس فكري عثمان، ربنا يخليك يا امي. طيب، توازن الهرمونات زي ما انت بتتكلمي كده، هل هو ليه تاثير على البشره ولا لا؟ طبعا اكيد عدم توازن الهرمونات، هي بتبدا الهرمونات تختلف في البشره من عند سن البلوغ بالظبط. بيبدا فيه هرمون الاستروجين ده يزيد، فده اللي بيدي نضاره في البشره وبيبدا يبقى بصوره منتظمه اكتر، وهرمون التستوستيرون برضو بيبقى متواجد في الفتره دي من مرحله سن البلوغ بالظبط. الهرمونات بقى لما بيجي هرمون التستوستيرون ده لو زاد عن حده، بنلاقي بقى حب الشباب، تساقط الشعر، البقع، الكلف، الحاجات اللي هي بتبقى حاصله نتاج لزياده الهرمون ده. طيب ايه رايك نرجع فاصل، نطلع فاصل ونرجع تاني؟ اوكي يا حبيبتي، اتفضلي. فاصل وراجعين لكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والشعر دكتورة أسمهان فكري، منورانا. نورك يا أمان. دكتورة أسمهان، بقى هنكمل موضوع الهرمونات. نكمل موضوع الهرمونات. احنا عارفين طبعا المرأة بتمر بمراحل عمرية منذ البلوغ لحد فترة انقطاع الطمس. الفترة دي كلها الهرمونات بتختلف في البشرة من أول مرحلة البلوغ، زي ما قلنا إن في هرمون الاستروجين بيطلع. هرمون ده أصلا هو هرمون النضارة، بيزود نسبة الكولاجين في البشرة والإلاستين، لحد ما بيجي بقى هرمون التستوستيرون برضو اللي بيبقى لو هو متوازن في الفترة دي بتبقى الدنيا تمام وزي الفل. بيزيد، بتبدأ بقى حب الشباب من سن 15 لسن 25 سنة. المشاكل اللي هي تغير الهرمونات، طبعا تغير الهرمونات كل شهر برضو بتسبب مشاكل نفسية للمرأة. تمام. المشاكل النفسية دي أكيد بتأثر على حالتنا، على حالة بشرتنا، على نضارتها، على بتخلي إن في الحبوب بتنشط في البشرة عشان الست بتبقى متوترة. بالظبط كده، التوتر والحالة النفسية طبعا أكيد ليها دور فظيع يعني في البشرة. أولا بقى أنا ببارك لك على الكورس بتاعك اللي كسر الدنيا. ربنا يخليك. بجد والله الكورس بتاعك، الكورس بتاع دكتورة أسمهان مميز جدا وكسر الدنيا وعمل ضجة جامدة، بآراء طبعا كل المشتركين في الكورس انا ببارك لك. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. وكان في هديه طبعا من المشتركين بس مش هينفع اطلعها لك على الهواء، خدها لي بعد الهواء. الله يبارك فيك يا مان. دكتور اسمهان، اكتر وقت مثالي لتنظيف البشره؟ البشره المفروض بننظفها مرتين يوميا، ده الطبيعي. المفروض اهم حاجه ان احنا نعمل تنظيف يومي قبل النوم عشان خاطر نزيل المكياج اللي هو بيبقى حاطينه طول النهار، الاتربه والغبار والحاجات اللي بتبقى موجوده طول النهار على البشره. في تنظيف بقى اللي هو الروتين الشهري، اللي هو ان احنا نروح نعمل سكراب للبشره، نقعد نتعرض للبخار، نشيل الخلايا الميته المتراكمه على سطح البشره. البشره عند سن 21 سنه من 21 ل 45 الخلايا الميته بتظهر على سطح البشره كل 21 يوم. من بعد سن ال 45 سنه بتبدا الخلايا الميته دي تظهر كل 45 يوم. ازاي احافظ على عيني من الميك اب؟ ان انا استعمل مزيل ميك اب كويس. العين منطقه الجلد بتاعها ضعيف جدا وخفيف جدا، لازم وانا باجي اشيل الميك اب اشيله بطريقه خفيفه. لا طبعا لازم استعمل مستحضرات تجميل تكون طبيه، ما تكونش اي مستحضرات تجميل، ما تكونش اي مستحضرات مغشوشه فتاثر على العين. لا، لازم ابقى بستعمل مستحضرات تجميل تكون طبيه للعين. تمام. وانا بزيل الميك اب بزيل بتونر او ميك اب ريموفر يكون خاص مخصص لمنطقه العين، لان الجلد بتاع العين رقيق جدا. بقى يعني بمناسبة التونر عايزة أعرف أهمية التونر. التونر ده قابض للمسام، بيوازن البي اتش بتاعة البشرة، بيخليها 5.5. التونر بيجدد خلايا البشرة، بينشط الدورة الدموية في البشرة. يعني لازم ان احنا على طول التونر ده يبقى هو في روتينك اليومي. يعني انت بتستعملي الصبح الغسول، بعد الغسول على طول لازم تعملي قبض للمسام عن طريق التونر. اساسي التونر ده هو عباره عن ماده سائله، ممكن تونر ميه الورد، ممكن تعملي تونر في البيت، ممكن تجيبي التونر اللي هو بيبقى فيه فيتامين موجود في انواع كتيره قوي في مستحضرات التجميل الموجوده في السوق، بيبقى مضاف عليه شويه فيتامينات كده بتعالج برده مشاكل البشره. حمام الكريم بقى، حمام سوري حمام البخار بيفيد بشرتي؟
اه طبعا بيفيد البشره لو احنا استعملناه بطريقه معقوله، يضر البشره لو احنا استعملناه بطريقه مبالغ فيها، بمعنى ان هو يعني اقصى مده من 3 ل 10 دقائق. حمام الكريم بينشط حمام الكريم حمام البخار بينشط الدوره الدمويه في البشره. ما عشان احنا الاثنين صحاب وبنحب بعض فلازم نشاطر. اه طبعا اه انت تقولي حمام كريم اقول وراكي على طول. بصي البخار السخن لما بيطلع على البشره فبيخلي تنشيط للدوره الدمويه. تمام. فتنشيط الدوره الدمويه ده بيدي نضاره للبشره، بيدي اشراقه للبشره، بيخلي البشره ليها اطلاله كده. طب ازاي انشط خلايا البشره؟ عن طريق المساج. ان احنا حركة نعمل إدارية. اه واحنا بالظبط وانت قاعده قدام البخار بتعملي علشان تزيلي الخلايا الميته وتزيلي الرواسب والدهون والافرازات الزياده اللي موجوده على البشره، ده اللي احنا بنعمله في الروتين الشهري بتاعنا، ان احنا مره في الشهر نتعرض للبخار او لفوطه سخنه زي ما بنقول كده. فتعملي مساج للبشره بحركات دائريه من تحت لفوق، لان احنا طبعا مع السن ومع الجاذبيه الارضيه وشنا بينزل لتحت، فتلاقي ترهل البشره والحتت دي نزلت والهنا والانف نزلت لتحت. فاحنا دايما يبقى طريقه معالجتنا للبشره من بعد سن ال 25 سنه ان احنا بنسحب وشنا على فوق بحركات دائريه. ازاي بقى ازيل كلف بعد الولاده؟ بصي الكلف والتصبغات الجلديه اللي بتحصل بعد الولاده دي برضو من احد التغيرات الهرمونيه، بيزودها اكتر التعرض للشمس. فعلى قد ما نقدر احنا اضر حاجه لبشرتنا اكثر ضررا هي الشمس، فلازم يبقى عندنا في عامل حمايه سان سكرين او سان بلوك بنستعمله للشمس عشان يحمينا من الاشعه الضاره اللي بتبقى على البشره اللي هي بتزود الكلف يا ايمان، يعني بتزود الكلف جدا اشعه الشمس. تمام. فاحنا ممكن نستعمل حاجات طبيعيه جدا، يعني الليمون عندك بيزيل الكلف، خلي التفاح بيزيل الكلف. تمام. لو مسكنا الليمون حطيناه لمده دقيقتين كده على الاماكن اللي بيبقى فيها الكلف والتصبغات، خلي التفاح، عارفه الجبنه القريش اللي بيبقى نازل منها ميه كده، اللي هي الميه البيضاء. انا عايزه اقول لك ان الميه دي فيها شويه فيتامينات رهيبه، وفيها دي معلومات جديدة. ويعتبر يعني فيها حمض اللاكتيك، دي مقشر طبيعي للبشره طبعا. يعني الوقت معاكي مش عايزه اقول بيمر بسرعه، هو فعلا بيخترق، واحنا لينا حلقه خاصه بينا عن الوصفات الطبيعيه وحاجات كتيره تفيد السيدات. شكرا ليكي ونورتيني ونورتي فقرة طريق النجاح. شكرا ليكم اعزائي المشاهدين.